مساء الخير مشاهدينا الكرام. إبراز القيمة التاريخية للعادات الأصيلة لأهالي منطقة جدة التاريخية جاءت هذه المرة من قلب حارة الشام، حيث تم إطلاق متحف جديد في إحدى المباني التاريخية التي يعود عمرها نحو 300 عام. نماذج تاريخية وتراثية فريدة لأدوات صناعة القهوة والشاي في بيوت أهل جدة القديمة. نشوف هذا التقرير وحنعرف تفاصيل أكثر عن هذا المتحف. افتتح صاحب السمو الملكي الأمير تركي العبدالله الفيصل متحف الضيافة بالمنطقة التاريخية بجدة في إحدى حاراتها العريقة بمبنى أبو عنبة التراثي، والذي يعود تاريخه إلى أكثر من 300 سنة بهدف الحفاظ على التراث الحجازي القديم. يعرض جزء من تاريخنا في الضيافة، هذه الإضافة الوحيدة. يعني في ناس أجيال كثيرة أنا ما يعرفون حتى اسم السمور وشو، ولا يعرفون الدلال وأنواعها. هذه كانت ضيافتنا من أول، ما في بيت في الحجاز في نجد في ذا اللي تلقينا الحاجات كلها فيه، لأنه منطقة الحجاز يعني جدة ومكة والمدينة هذا ملتقى الثقافات الإسلامية كلها. يعني عندنا نحن هنا تجد كل شيء من كل العالم الإسلامي، فهي أساسا كانت موجودة ومستخدمة هنا. طبعا هذه بعضها يعني جمعها الوالد الله يطيل في عمره، وبعضها أنا جمعتها. نحن بنجمع في الأشياء هذه من فترة لا تقل عن 40 إلى 50 سنة. يضم المتحف بين جنباته نماذج تاريخية وتراثية فريدة لأدوات تقديم الشاي والقهوة في بيوت أهل جدة القديمة التي كانت عامرة بالمحبة، فقد كان لجلسات الشاي الكثير من التقدير، فهم يعدون لها المكان والزمان والأدوات، والتي تنوعت بين أطقم الشاي والقهوة ومطاحن البن والسماورت. المتحف الضيافة هو حريص على أنه يظهر مدى احتفاء أهل جدة بضيوفهم، فتلقي أنه يعني نفس القطع يعني بيختاروها فخمة، فيها أبهة وفخامة، والجلسة يعني فيها حميمية. يعني أنا أهتم يعني من خلال السماور وجلسة الشاي أني أنا أعرف مزاج كل ضيف. في السموار التركي وفي أشكال منها عدة، هي بتقدم الشاي طبعا حتكون موية مغلية هي في السموار، بتفضل يعني الموية موجودة لحد ما يجي الضيف، فبيعملوا يكونوا شاي من بدري فيزودوا عليها الموية على حسب ما يحب الضيف، تقيلة خفيفة زي كده. اليوم المتحف عاني جدا، انه ايام زمان كانوا من جد يهتموا بالضيف وراحته ونفسيته وكيف كانوا يبغوا يكون مرتاح في بيتهم، وعلى حسب سنه كمان يهتموا فيه. اختلاف دحين عن ايام زمان، انه دحين خلاص اي حاجه يلا ويقدم للضيف اللي عنده ويمشي. يعود عمر بعض هذه الأطقم والأدوات إلى أكثر من 100 سنة، مصنوعة من النحاس الخالص وتحتوي على نقوش متنوعة تدل على هوية البلد القادمة منه. لبرنامج سيدتي غادة الشاطبي جدة. للحديث أكثر عن هذا الحدث في جدة القديمة أرحب بضيفتي الفنانة التشكيلية وعضو مجموعة التراث العمراني الأستاذة فوزية نور. أهلا وسهلا بك أستاذة فوزية. أهلا وسهلا بك أستاذة فوزية. في البداية نبغى نعرف إيش حكاية هذا المتحف الخاص بأدوات الضيافة والشاي في جدة القديمة. متحف الضيافة هي لفتة ذكية من قبل الشريف أحمد الهجاري، وإضافة نوعية لزوار المنطقة التاريخية، لأن هي تبرز من أهم السمات الإنسان الجداوي اللي هو الكرم، الاحتواء واحتفاء بالضيف. جميل. طيب أستاذة فوزية، نبغى نعرف إيش أنواع المقتنيات والمحتويات اللي موجودة تحديدا؟ هي محتوياتها اللي هي الأدوات إعداد الشاي والقهوة، من اللي هو السماور والدلال، الهوند، يعني تعرف زمان كان الهيل، وإعداده بطرق يدوية. أيوة. عن طريق الهوند. أيوة الهوند. أيوة.
طيب كمان يعني معروفة جدة هي يعني ملتقى ثقافات، أبغى أعرف هل الشاي تأثر بهذه الثقافات أو طريقة إعداد الشاي تأثرت بهذه الثقافات؟ هو أكيد والجدة التاريخية ملتقى للحضارات، والسماور نفسه هو يعني يعد في يعني في مناطق متباينة على في العالم، يعني تلقاه في روسيا، في الصين، وفي تركيا، في المغرب العربي. طب اللي موجود في المتحف؟ في المتحف الشاي الجداوي اللي هو أو الأدوات اللي كانت تقدم. أيوه هي الأدوات، قلت لك هي الملتقى الحضارات وجدة مركز تجاري، فالقطع كانت جاية من جميع أنحاء العالم. هتلقي كل قطعة تعكس المكان والهوية اللي هي جاية منه، بس هي نفس طريقة الإعداد اللي هي الموية الساخنة والشاهي طب من فين إيش المدن أو الدول اللي تأثرت بها جدة في تحديدا أدوات الشاي؟ يعني لو رحت المتحف أنا أكيد حشوف عدة أدوات، أبغى أعرف هذه الأدوات دلالة لأي دول مثلاً. مثلاً حتلقي من روسيا، حتلقي من تركيا، حتلقي من المغرب العربي، حتلقي قطع مصنعة هنا عندنا في السعودية، يعني في جدة، في نجران، في جميل. طيب أستاذة فوزية، المتحف أقيم في قلب جدة التاريخية وفي منطقة سياحية تاريخية مهمة، قديش ممكن يعني متحف بهذا الثقل مع في منطقة مهمة، قديش ممكن يعملوا بعد تراثي أكثر؟ قلت لك المتحف الضيافة في حتى موقعه يعني تلقيه يعني حسب الموقع بيستقبل زوار. هو في موقع تحديدا؟ في شارع أبو عنبة. شارع أبو عنبة. شارع أبو عنبة. تمام. المتحف نفس المبنى هويته تراثية، يعني يعكس تاريخ المنطقة. الأدوات اللي بيستخدم المستخدمة في هو ترمم المكان؟ أيوة ترمم على أسس يعني علمية متوافقة مع نفس طريقة البناء والأساليب في جدة القديمة. طيب جميل. طب أستاذة فوزية، احنا تحت الهواء كنا بنتكلم عن العادات القديمة في مدينة جدة في طريقة تقديم الشاي، فقلنا أنه اختلفت الطرق مش زي الآن يعني، فلو نرجع كده نذكرينا بالطرق دي القديمة. هي لو نتكلم عن جلسة الشاي جدة القديمة حنرجع لأجواء جدة وكيف في الوقت اللي كانت تقدم فيه، يعني في الظروف السائدة في الوقت اللي راح، العالم كانت بسيطة، يمكن لا ما فيش وسائل ترفيه أو منهيات ومغريات. أيوة. فجلسة الشاهي كانت يمكن نقول ملتقى ثقافي، ملتقى تجاري، ملتقى لدراسة أوضاع الحي والسكان، يعني في تكافل كان اجتماعي، الإعداد المناسبات. يعني وش اللي تغير اليوم؟ اللي تغير اليوم اللي هو أهم شيء البساطة. البساطة ما عاد في بساطة زي أول. ماش بساطة زي أول. ليش هو التغيير هذا بطبيعة الحال؟ الآن المرأة أو كانت ربة منزل، الآن موظفة أو بتشغل يعني لها مسؤولياتها ومشغولة يعني فيحتاج إني أنا وقت إني أرتب لل فصار يفضل إنهم يخرجوا يعني يتقابلوا أو في كافيهات أو كذا. طب أستاذة فوزية، حضرتك رسامة تشكيلية، أبغى أعرف هل رسوماتك لها علاقة بالتراث وبجدة القديمة؟ أنا بحثي في الماجستير كان عن التراث الفني والمعمار لجدة القديمة، تأثيره اعتمد التذوق الحس الجمالي. أنا بحثي مرتبط بالجدة القديمة بالمنطقة التاريخية. يمكن أنا أول أعمال اللي أنا عملتها إني أنا أحاول ترجمت بحثي، إني أنا أحس إنه هو من خلال البحث، وكان في سؤال يعني إيش فرق بيننا وبين هالناس، كانت جدا بسيطة بس قدرت تستفيد من مواردها. يعني الإنسان كان جد بسيطة جدا القديمة، بس يعني تخشي تلقي الأبهة وتلقي الفخامة من خلال المباني، الرواشين، تحس إنه إنسان مفعم بالجمال وترجمها في كل المرافق في الحياة اللي حوله.
هو كان سؤال يعني ايش الفرق بيننا وبين هالناس؟ الفرق انه الحس الجمالي عندهم جدا عالي، ناس متذوقين، ناس يعطوا نفسهم مساحة انهم يتدبروا ويتأملوا. التذوق هذا يعطي خبرة جمالية، ومن ثم اني انا اقدر اقيم اي مورد حولي يعني استفيد منه واحافظ على يعني التنمية المستدامة، ايش نقول من يعني اني انا استفيد من المورد واحافظ عليه للاجيال اللي بعدي. طيب يعني طب استاذة فوزية، الان يعني ما يحدث في المنطقة التاريخية الان من استثمار سياحي جيد، المتاحف اللي بنسمع عنها الان، وهذا المتحف الاخير اللي افتتح واحنا سعيدين فيه، قديش ممكن يضيف لمدينة زي مدينة جدة بعد سياحي مهم؟ قلت لك الزائر للمتحف حيوفر للزائر المنطقة التاريخية، حيوفر يعني حيقدم له البصمة اللي قدمها إنسان جدة بالنسبة للزمان وبالنسبة للمكان. يعني هو حيجي حيقابل المباني الأبهة الفخامة الرواشين، يعني حيخش البيوت حيحس إنه إنسان ما هو عادي، إنه يتفهم ظروف المناخ وحاول إنه يعني يستفيد منها، يعني من خلال الشبابيك التهوية حتى المويه، يعني بإدارة اي مورد كان يديره. المتحف الشاهي انا هو حيبين هو اسمه متحف الشاهي، اي متحف للضيافه، هو بيعرف ايش الانسان اللي عاش في هالبيت. يعني نحن حنعطي له لمحه على الانسان الجداوي وسمه من سماته. معروف عن الانسان الجداوي اللي هو الاحتفاء البشاشه واللطافه واحتفاء الاحتواء احتواء الضيف. من يمكن اروع ما يميز جده القديمه، قلت لك هي جلسه السماور. يعني جلسه السماور الشاهي، بس شو السماور عشان السماور الجلسه هذه، اني انا قلت لك اني انا كشخص اني استقبل ضيوفي، اني انا احتواء واحتفي بيهم من خلال اني اقدم لهم الشاهي على حسب مزاج كل ضيف. عارفه يعني اني انا هو جاهز المويه حاره وفوق التلقيمه والسكر خارجي. كل ضيف يعني كيف يحب يشرب كيف كذا، ومن اللباق انه يعني خلاص متفهم كل ضيف وش يبغى. يعني مجرد انه ما يعني تتوزع الكاسات الشاهي جميل. المتحف مفتوح طول السنه؟ مفتوح طول السنه. اوقات العمل؟ اوقات العمل الان في المهرجان من 4:30 العصر الى الساعتين بعد منتصف الليل. ما شاء الله. يعطيكم العافيه استاذه فوزيه نور، فنانه التشكيليه وعضو في جمعيه التراث العمراني. اهلا وسهلا بك استاذه فوزيه. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، فقرات سيدتي بكرة إن شاء الله متجددة في حلقة جديدة. دمتم بخير.